يعني بدنا نحكي هلا عن العرق سوس او عرق السوس، من اشهر المشروبات في رمضان وبيعتمد عليه معظم البلدان العربيه، بس يمكن اتوقع اكثر بلد عن جد مشهور فيها العرق السوس هي مصر. صح. العرق السوس يعني مشروب كثير قديم، بيرجع اصله يمكن للفراعنه والبابليين، وميز كثير وله فوائد كمان كثيره. صح سهى، يعني بيشتهر العرق السوس بكونه غني بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وأهم الفوائد تيسير عملية الهضم وترطيب الجسم وتعويض خسارة السوائل أثناء الصيام. وبس هيك كمان بيقوي المناعة وبيعمل على إصلاح بطانة المعدة، وكمان بيساعد على رفع هرمون الكورتيزول في الدم، وهالشي بيساعد على مقاومة الشعور بالقلق والتوتر في رمضان تحديدا. يعني رغم كل الفوائد هيدي إلا أنه الإفراط في قد يسبب خطر كتير كبير على الكلى، لأنه بيؤدي لانخفاض مستويات البوتاسيوم بالدم، وهو يعني هذا الشيء كتير خطير على الشخص، بالنسبة بالأخص أشخاص اللي بيعانوا من مرضى الكلى. صح، لهيك يعني تفاصيل كتير بتتعلق بالعرق سوس وقد ايه هو عن جد له فوائد عظيمة مثل ما حكينا هلا. اولا العرق سوس كانوا يستخدموه من آلاف السنين كطب البديل بفوائده العديدة مثل ما ذكرته. فاولا خلينا نحكي اول شيء على الفوائد للعرق سوس. العرق سوس اولا في الفلافونويدز، والسبب الأساسي للفوائد العديدة مادة اسمها الفلافونويدز. الفلافونويدز هاي موجودة بالنبات، يعني مثل الفواكه والخضروات والأعشاب مثل العرق سوس اللي هو يعتبر عشبة. الفلافونويدز هاي هي تعطي الفوائد الصحية والفوائد التغذوية اللي تحسن من المشاكل الصحية مثل ما ذكرنا. فواحدة من الأسباب اللي هو ليش هو مفيد، يعتبر هو مضاد للالتهابات، مضاد للبكتيريا، مضاد للأكسدة. وفعلاً هواية دراسات عملت على هذا الأساس ولاحظوا أنه أكو فوائد جداً إيجابية للأمراض مثل ما ذكرتوا، مثلاً الجهاز الهضمي، جهاز التنفسي، وحتى على البشرة. يعني مثلاً بالجهاز الهضمي ساعد من بالإمساك وبالنفخة، خصوصاً اللي تصير بعد رمضان بعد الفطور. وغيرها عندنا بقرحة المعدة، أي مشاكل اللي تصير بقرحة المعدة أو الإحساس بحرقة المعدة همينة يعطي فوائد جداً إيجابية. غير هذا عندنا الجهاز التنفسي، أي أحد العفو عنده بلغم، عندهم برد، عندهم ضيق تنفس، هاي الأمور جداً العرق سوس يسوي فوائد، يعني ويعطي فوائد جداً قيمة، لأنه مثل ما ذكرت هو يعتبر مضاد للالتهابات. فأي التهابات تصير بالجسم هو يحاول أنه يسوي لها كنترول، فمعناته أنه إحنا شنو قاعدة نسوي ده؟ نقوي من المناعة. وتخيلوا بعد أنه سووا دراسات على البشرة ولاحظوا أنه سوى فرق بالأكزيما، لأن الأكزيما هم تعتبر التهابات. فالأكزيما وأيضا حب الشباب، لأنه هم يعتبر بتكون يعني مشاكل التهاب وبكتيريا مع بعض. فشنو يسوي؟ يسوي التهابات. وهي في هذا السبب يستخدمون العرق سوس، وهو يكون خلاصة العرق سوس أغلبيتهم يستخدموها، يعني تكون مركزة أكثر فإنها فوائدها أكثر. يعني طيب، يعني بما أنه عندها هيدي الفوائد الكتيرة، يعني كيف إذا شربنا كتير حيأثر سلبي علينا وبالأخص أكيد مرضى الكلى؟ أولاً خلينا نحكي على الفوائد القيمة الغذائية علشان يكون يبين لنا السبب ليش هو عنده أثر جداً عالي للناس اللي عندهم أمراض الكلى وأمراض القلب بعد همينة وأمراض السكري. قيمة الغذائية هو أولاً لأنه هي يعني عشبة، فما فيها أي دهون وما فيها بروتينات، ولكن هي عالية بالكربوهيدرات. والمكون الأساسي اللي موجود بالعرق سوس اسمه الجليسيريزين. هذا المكون شنو يسوي؟ فيه صوديوم عالي، يعني هي العشبة أساساً معروفة اللي هي أصلاً فيها صوديوم أعلى عن الأعشاب الثانية. فمجرد ما أنا أخذه بكمية جداً كبيرة، شنو راح يسوي؟ مثل ما ذكرتوا راح يقلل البوتاسيوم، لأنه راح يعلي الصوديوم بالجسم، وبالتالي البوتاسيوم راح يقل ويصير عندنا دوخة، يصير عندنا إرهاق، وممكن أنه يعني لا سمح الله يصير في أكو مشاكل أخرى يعني من وراء موضوع البوتاسيوم. فهل هذا معناته أنه والجليسيريزين هذا نفس المكون هو اللي يعطي المذاق الحلو اللي موجود بالعرق سوس؟ فلهذا السبب احنا نشوف انه يستخدموه مثلا بالحلويات للاطفال. تلاحظين انه بالمكونات يحطون ليكرس مكتوبه انه العرق سوس يستخدموه، لانه يستخدموه كحلا بدل ما يحطون سكريات. وهاي
عظيم. فهي هذا المكون اللي يعطي الحلا. ليش يأثر إذا أخذناه بكمية جدا كبيرة؟ يعني إحنا أكيد لازم نحط بعين الاعتبار إنه أكيد يعني أي شيء يزيد عن حده بنقلب ضده. بنقلب ضده exactly. فإحنا نحط بعين الاعتبار إنه نكون لا معتدلين، نأخذ الفائدة من عنده، بس لما نكثر من عنده، يعني في أشخاص يكونون قاعدين يشربون كاس أو كاستين وأربعة على نفس القاعدة، ما تكون مثلا يعني متقسمة باليوم. وأيضا تكون شنو ما يشربون مي كافي. فاحنا لما نشرب شيء جدا فيه صوديوم عالي، مثل ما كانه قاعدين بدنا ناكل ملح 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 بدون ما نشرب مي، صح نفس الفكره. وهاي غير طبعا انه هو المشروب عالي بالصوديوم، غير الاكلات طبعا صح. هذا يعني يختلف النظام الغذائي للشخص اللي قاعد يشربه، انه احنا ممكن قاعد ياخذ اكلات جدا عاليه بالصوديوم، اذا ياكل اكلات من برا، اذا مثلا بالبيت بالطبخ يحطون صوديوم زياده، فلما ينجمعون سوا راح يكون الصوديوم اعلى من المعدل الطبيعي اللي لازم ناخده باليوم. فالأمراض اللي لازم يبتعدون عنا أربع فئات. المو يعني يبتعدون أو إنه نقول ياخدوه بكميات قليلة. كوب واحد بالضبط. يعني كوب واحد مو أكثر. أولاً الحوامل أو المرضعات. الحوامل لازم يبتعدون عنا لأنه ما كلها هسة يعني أي دراسات طمنتنا بأحرى نقول إنه يعني جداً طبيعي إن الوحدة تأخذ صوديوم عالي. يعني بالإضافة للأكلات الثانية اللي تكون أوردي هم قاعدة تأكلها الإمرأة الحامل، وككمية صوديوم بالجسم راح ترتفع زيادة عن الحد الطبيعي، وهذا الشيء راح يأثر على الجنين لا سمح الله. والمرضعات همينا بعد نفس الشيء، لأنه هي لازم تكون تقوي نفسها وتكون دائما ما يكون عندها جفاف، والصوديوم العالي يؤدي إلى جفاف الجسم. حلو. هاي رقم واحد. رقم اثنين اللي عندهم أمراض الكلى وأمراض القلب، يعني من ضمنهم اللي عندهم ضغط عالي، لأنه بيرفع الضغط بالضبط. فإحنا لأنه لما ناخذ صوديوم جدا عالي شنو راح يصير؟ راح ناخذ كمية أعلى، واللي عندهم ضغط اصلا شنو يشربون؟ يشربون ادويه مدرره، صح. فهذا الشيء راح يسبب لهم هبوط بعد بزياده. اوكي. فلهذا السبب احنا يعني اقول انه للي عندهم الامراض المزمنه او امراض القلب او الضغط، يعني ما نزيد عن كوب واحد فقط، ويكون اهم شيء مخفف، او اذا مثلا شربوا شيء يكون ثقيل نحاول نخفف، نحاول مثلا نعوضه بمي اكثر، واحنا هسه صيام يعني وقت اللي هي نقدر نشرب به مي كافي شوي، او يعني ليميتد اكثر عن الايام الطبيعيه. فلازم نحط بعين الاعتبار انه اوكي انا اشرب العرقسوس، بس ما معناته انه انا ما اشرب مي كافي، اشرب منه واعوض بالمي. ممتاز. ما يكون، لانه في منهم للاسف يفكرون انه المشروبات الرمضانيه اللي هو عرقسوس وتمر هند وهاي ممكن انها تعوض السوائل اللي بالجسم، ولكن احنا من 70 الى 80% من السوائل اللي لازم ناخذها باليوم تكون مي. انت حطمتي احلام كل حدا. للاسف يعني في عنا القمر الدين والجلاب وكله هذا بينشرب، فاكو منهم انه لا اوكي ياخذوه على وقت الفطور مثلا، مثل ما ذكرت العرقسوس يفيد بالبلوتينج بالنفخه اللي تصير بعد الفطور، بس هذا ما معناته انه انا لما اخذ سوائل مع الاكل هي اصلا حتسبب لي انتفاخ. صح صح. فاني شوي اكون شوي بالانسد اكثر، اشرب بكميه قليله، او مثلا بعد الوجبه بعد وجبه الفطور اخذ لي مثلا يعني 20 دقيقه الى نص ساعه وبعدين. عظيم. طب حلو. يعني هات خلينا نحكي عن نقطه كثير مهمه اللي هي المعده. ذكرتي موضوع النفخه والى اخره، بس قرحة المعدة، كيف عرق السوس بيعالج قرحة المعدة؟ يعني كثير أشخاص بيعانوا من القرحة ودوروا علاج وما بتعالجوا، عرق السوس عم بحكي إنه يلا هاي أنا العلاج، كيف؟ أي. هو يكون أغلبيته يعني الخلاصة الموجودة بالعرق السوس تستخدم مع الميديكيشنز أو مع الأدوية اللي يكونون معطيها للمريضين اللي عندهم قرحة بالمعدة. ليش؟ لأنه هو عالي بالبكتيريا النافعة بعد. أوكي. فلهذا السبب إلى فوائد عديدة بالمعدة، وهي أكثر شيء نقول إحنا أنه هو يأثر على السايد إفكتس، الأمور اللي تصير بجانب قرحة المعدة، مثلا الحرق اللي يصير بالمعدة، مثلا التعب الوجع اللي يصير بالمعدة. هاي يعني الأمور عاد في كتير مرات بيحكوا لنا مثلا لما حدا يعاني من قرحة المعدة أنه تجنبوا أي شيء يكون حلو أو فيه سكريات، فعرق السوس طعمه حلو. صحيح. وذكرتي أنه في مادة اللي بتاعت طعم السكر، فقد هذا الشيء ممكن يأثر على المعدة أنه يخليها تتعب زيادة في قرحة المعدة؟ أكيد. وهي واحدة من الأمور اللي لازم نركز عليها أنه ما نأخذ بزيادة. أوكي. فلهذا السبب هم واحدة من الفئات اللي هم لازم يكون الكمية اللي يأخذوها جدا يعني
كارثة معامل الدواء بالضبط. ولازم يكون يعني أكيد ما يتركون الدواء، هو يعني يستخدموه كانوا وقبل كطب بالطب البديل، بس هذا لا يعني أنه ما يأخذون أدويتهم. لا لازم تأخذ من الأدوية لأنه يعني حالة تختلف عن حالة، مو كلهم نفس الشيء، بس هو الأعراض اللي تصاحب المشاكل اللي تصير بالقرحة المعدة هي تحاول تحسن من هاي الأمور. واللي ذكرتين اللي هي الحلال اللي يصير بالعرق سوس، هي ما حتكون مثل الشجر اللي هو الريفايند شجر، السكر الأبيض. السكر الأبيض إلى تأثير أكثر من الحلويات اللي تكون الحلال يكون موجود بعرق سوس، لأنه إحنا إذا نرجع عليها هو مكون طبيعي صح. فما رح يكون هالتأثير ولا الحرق اللي رح يزيدها إذا نأخذها بكمية معتدلة أكيد. طب كيف عرق السوس بيساهم يعني بيعمل كنترول لليفل التوتر والستريس عند الواحد؟ يعني هل بيرخي الأعصاب ولا بيرفع الضغط؟ لا هو يرخي الأعصاب 100%. يسوي كنترول على هرمون الكورتيزول أكيد، وهاي الشغلة اللي هي تخلينا نقلل الستريس ونحاول أن نكون هادئين. وأغلبية يعني بصيام رمضان شوي لما يعصبوا جيب لي عرسوس يلا بسرعة اكزاكتلي. فتكون يعني تكون يعني تعطينا شعور بالراحة أكثر وهاي. ولكن الشغلة بالعرق سوس إن إذا زدناه رح يزيد الكورتيزول، وإحنا الكورتيزول همينة هي هرمونات صح. سبحان الله، لازم إحنا شنو كل شيء يكون بطريقة معتدلة، مجرد ما نطلع أكثر أو ينزل عن الطبيعي رح يبدأ يقل. لما يرتفع الكورتيزول رح يسبب زيادة بالوزن ورح يسبب تجمع بالدهون اللي بالجسم بمناطق غير طبيعية، ويكون حالة من الحالات طبعا أكيد يعني الأمراض مرض يعني مثل المرض، يكون إنه شنو الدهون تتجمع بمناطق غير طبيعية، ولهذا السبب يكون الكورتيزول العالي. فهم بعد اللي عندهم مشاكل بالكورتيزول لازم يكون عندهم كمية جدا معتدلة. يعني احنا بنحكي انه لازم الاعتدال في كل شيء عم ناخده او ناكله او بنشربه، بس لما بدنا نيجي هلا نقدم نصيحة لكل حدا عم بشوفنا اليوم من محبين وعشاق العرق سوس، شو هي المحاذير او النصائح اللي بتعطيهم اياها لو بدنا نعملها بنقاط محددة؟ اولا لما نجي نعملها احنا عم ناخذ الفوائد من العرق سوس، نقدر ناخذها مثل سبلمنتس موجود، مثل الكبسولات موجوده في مثلا الخلاصه مالتها، ممكن يزيدوا على الحلويات او شيء، او ممكن يسووا لي هو الشراب ممكن الشاي او هذا. نحاول نخفف بقدر الامكان وما نشرب كميه اكثر عن الحاجه. هذا ما معناته انه الناس اللي ما عندهم مشاكل صحيه يقدرون يشربون كميه جدا كبيره، يعني احنا لا، الاعتدال يمشي على اللي عندهم مشاكل صحيه وعلى اللي عندهم يعني واللي ما عندهم اصلا مشاكل صحيه. وارد اذكر شغله على الاطفال بعد، اي شيء من تحت عمر العشرة من عم تحت عمر العشر سنين يعني ياكلون كميات من الحلويات تكون فيها عرق سوس صح. واحنا مثل ما ذكرت تكون الخلاصه من العرق سوس فتكون شنو مركزه اكثر، خصوصا الاطفال اللي يحبون ياكلون اكل من برا اللي هو الفاست فودز والبرجرز والهاي، همينا فيها صوديوم جدا عالي. فاحنا كاهل لازم ننتبه انه انا ايش قد اعطي طفلي من الصوديوم، لازم هذا الشيء جدا يعني لازم ننتبه له، انه انا لما اطلع على المكونات من الحلويات او الاكل او اي شيء يعني باكج يكون موجود لازم هو يكون فيه صوديوم، لازم نسيطر على ليفل الصوديوم بالاخص خلال رمضان. يعني شكرا كثير لك دكتوره بالضبط يس يعني استمتعنا كثير معك وهالموضوع بخصوصك اكيد.